ها اللي احنا جينا لهنا كانت جاتنا شكايات كثيره اللي هذا المرفق كان عاهة على التوتام وعلى الولاية وكل، وكان نقطة سوداء جدا. انت بعد اللي البلدية دارت المزاد وانت يديتو بالشفافية وبالقانون وعلى حساب قوانين الجمهورية وقوانين الصفقة، جينا باش نباركو لك ونقولوا مبروك علينا، ماشي غير على التوتا، على لا ولاية نتاعنا كامل بهذا المرفق الهام اللي فيه تنفس للأولاد الصغار، للشباب، للناس الكبار، ولكل الفئات نتاع المجتمع والعائلات وحتى لذوي الهمم. إذن حنا هادي نباركوها لك ونشكروك اللي درت وخدمت بالمواصفات التقنيه المعمول بها عالميا، ونشكروك ايضا اللي كنت في الديلي يعني قصير قدرت من خلاله تحسن الوضعيه نتاع الحديقه هذه.